إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، حفلنا الكريم أعطيت إشارة البدء لشوطنا 11 بتعداد أشواط ومنافسات وتحديات هذه الفترة الصباحية، لنتابع معكم مسيرة وتحديات وانطلاقات هذا الشوط لانطلاقة تأتياتي الإبكار، لنتابع معكم تحديات وانطلاقات مسافة 3 كيلومترات، لنبدأ مع مسيرة البداية وأول المراكز. فراسة على المركز الأول تعود ملكية لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني مع المقدمة والصدارة والبداية. ثاني المراكز نتابع معكم على المركز الثاني بهذه اللحظات من تحمل الرقم 2 الجازي لهجري إنتاج أم الزبار، تضمير عند ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. المركز الثالث من الجانب الأيمن المرونة لهجري إنتاج أم الزبار، عبد الله بن علي بن سلامة من يتابع المرونة بعملية التضمير. رابعا نتابع الغدوم من سفرة لهجري إنتاج أم الزبار، التضمير هنالك حمد بن سالم بن حمد بن بريك من يتابعها بعملية التضمير. المركز الخامس وصول وتقدم مشاهدي الكرام من شهب لهجن إنتاج أم الزبار، جابر بن علي بن جابر النجم من يتابعها بعملية التضمير. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى. نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة وإلى سفرة، من بدأت تسافر إلى بر الأمان بانطلاقة البداية والمقدمة تحمل شعار هجن إنتاج أم الزبار، حمد بن سالم بن حمد بن بريك من يتابعها بعملية التضمير. المركز الثاني وصول الجازي على ثاني المراكز لهجن إنتاج أم الزبار، ناصر بن حمد الشهواني من يتابعها بعملية التضمير. المركز الثالث، الله، نفس الشعار نفس الملكية قادمة بهذه اللحظات حاضرة بهذه الانطلاقة، قدير لهجن إنتاج أم الزبار، فراء بن محمد بن قريع من يتابعها بعملية التضمير. المركز الرابع أيضا بنفس الشعار والملكية، قادمة المرونة لهجن إنتاج أم الزبار، عبد الله بن سلامة من يتابع انطلاقة المرونة بعملية التضمير. المركز الخامس أيضا شهب لهجن إنتاج أم الزبار مع جابر بن علي بن جابر النجم المري. إذن هذه الأسماء الخمسة الأولى بل الستة الأولى لهجن إنتاج أم الزبار المسيطرة على مجريات هذا الشوط بتحديات وانطلاقات ومسيرة هذا الشوط. نعود إلى البداية وإلى المركز الأول لنتابع سفرة على المقدمة وعلى الصدارة، حاملة لواء المركز الأول مسيطرة على البداية حتى هذه اللحظات، المقدمة والصدارة مع سفرة لهجن إنتاج أم الزبار، حمد بن سالم بن حمد بن بريك المري من يتابعها بعملية التضمير. المركز الثاني غدير على ثاني المراكز، غدير لهجن إنتاج أم الزبار، التضمير عند فاران بن محمد بن قريع المري من يقدم لنا انطلاقة غدير. المركز الثالث واصلة شهب انطلاقتها كشهب حاضرة بتحديات. المركز الثالث هجن إنتاج أم الزبار، جابر بن علي النجم المري من يتابعها بالتضمير. المركز الرابع وصول حرب لهجن إنتاج أم الزبار، مبارك بن محمد الجربوع من يتابعها بعملية التضمير. كما تشاهدون بهذه اللحظات منظر جميل ورايع لشعار هجن إنتاج أم الزبار باختلاف المضمرين، يحضر هذا الشعار على المقدمة وعلى البداية مع مسيرة البداية بالمغربة من بعضها البعض، مسيطرة على النداء بتحديات هذا الشوط بانطلاقات هذا الشوط بقيادة وانطلاقة شهب وحضور وانطلاقة غدير، وكذلك سفرة والأسماء المميزة وتقدم حربة من بدأ تتقدم بهذه اللحظات من هجر إنتاج أم الزبار، مبارك بن محمد الجربوع من يتابعها بالتضمير. المركز الثاني غدير، غدير هجر إنتاج أم الزبار، فاران بن محمد بن قريع يقدم لنا بن قريع انطلاق وتقدم غدير، غدير واللحظات الحاسمة تفوز مجريات هذا الشوط الثاني والتبريكات. المركز الثاني كان الوصول من قبل مشاهدي الكرام حربة لهجن إنتاج أم الزبار. المركز الثالث وصلت شهب لهجن إنتاج أم الزبار، رابعا كان الوصول من قبل الدوحة لهجن إنتاج أم الزبار، خامسا وصلت سفرة لهجن إنتاج
أم الزبار. إذا التهاني والتبريكات نزفها للجميع على هذا الفوز المستحق، وعلى أيضا حضور شعار هجي إنتاج أم الزبار وسيطرتها على الأسماء الخمسة الأولى والنقاط الخمسة الأولى. إذا تابعنا غدير وتوقيتها الزمني 4:35.91 جزء من الثانية، الثانية تبقى هجين إنتاج أم الزبار، والثانية موصولة لفرح بن محمد بن قريع. المركز الثاني وصلت حربة، توقيتها الزمني 4:35.97 جزء من الثانية، الثانية تبقى هجين إنتاج أم الزبار، والثانية لمحمد أو مبارك بن محمد جربوع المري. ثالثا كان الوصول من قبل شهب على المركز الثالث 4:36.12 جزء من الثانية، الثانية التبريكات لهجين إنتاج أم الزبار، والثانية لجابر بن علي النجم المري.